فكره تستثمر في الذات، بالتالي يحقق انتصار عظيم، روح معنويه عاليه. واللي يقول لك ايه يعني البرونزيه؟ قول له يا عم دي في العالميه. اللي يقول لك ايه البرونزيه؟ قول له يا عم دي في العالميه. النادي الاهلي نورنا وشرفنا واداء جيد وروح عظيمه. اي نعم الفريق اللي هم لعبوه، اي نعم الفريق اللي هم لعبوه، انما عظيم، اداء مبهر، اداء جيد، اجوان معلول ضيع بينالتي وجاب جون، الاداء اللي موجود على الارض هايل، شوط على الجون كتير، محاولات كتير، بان الفريق واقف على رجليه، قدر يتخطى الكارثه بتاعت الفريق البرازيلي. تمام. الحمد لله النهارده الاهلي شرفنا ونورنا. يقول لك ايه؟ هو هيفضل ياخد البرونزيه؟ ان شاء الله المره الجايه ياخد الذهبيه، والمره الجايه ياخد الفضيه. احنا قاعدين هنا مش عارفين لا ناخد ذهبيه ولا فضيه ولا حتى نحاسيه. فيعني كده عظيم وكده جميل، الف مبروك للاهلاويه على البرونزيه. واوعى حد ياخد منكم فرحتكم، اوعى حد يقول لك اصل الفريق ده تعبان، اوعى حد يقول لك هو كل مره برونزيه ما تجيب حاجه تانيه، اوعى حد يضايقك مثلا. وهو معانا اهو على الهوا القائد، وهو بيبوس رئيس الفيفا ورايح ياخد البرونزيه. الف مبروك للاهلي على الهواء مباشره الان اهو، تقدروا تشوفوا تسليم الاخوه في النادي الاهلي البرونزيه. وزير الرياضه السعودي ولاعيبه النادي الاهلي في حاله سعاده ورضا. معلش انا عارف طبعا جمهور الاهلي كان يرى انه اقدر بالوصول الى النهائي، ولكن الاهلي لم يكن جيدا في المباراه اللي فاتت، ولكن مره اخرى الاهلي يحقق نتيجه جيده. كانت فرصه ذهبيه للاهلي المره دي قبل ما هذه البطوله تتغير بقى ويبقى فيها 32 فريق وتبقى المسائل اصعب واصعب، لكن الاهلي فريق جبار، جمهور عظيم، حاجه جميله وحاجه تفرح. وهو قدامنا النادي الاهلي وهو يحتفل الان على الهواء. بنشكر اس اس سي على خصنا بهذه المشاهد ان احنا نقدر نعرضها لحضراتكم، وتشوفوا النادي الاهلي اهو اللعيبه العظيمه. وطبعا الاهلي النهارده جايب 4 تجوان ولسه جمهور النادي الاهلي بيتكلم ان هو ما عندوش مهاجم. طب المهاجم ده يعني كان هيعمل ايه غير الاربعه؟ كان هيخليهم 6 مثلا؟ محدش فاهم برضو اللغز ده عامل ازاي. انما النهارده شيء جبار، ادي كولر اهو سعيد بيسلم على وزير الرياضه السعودي، وطبعا توزيع الجوائز، وبعد ذلك طبعا هيتم توزيع المركز الاول والثاني في هذه البطوله. ولكن سعادتنا اكتر بالنادي الاهلي، نادي مشرف، نادي عظيم، نادي عنده روح عاليه، نادي في الملعب بيدي اقصى ما يقدر. فتهنئه للاهلاويه على البرونزيه. الاستاذ طارق قنديل عضو مجلس اداره النادي الاهلي، اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك يا استاذ عمرو، مبروك لمصر كلها، حاجه مشرفه الحمد لله ان النادي الاهلي النهارده رابع برونزيه في تاريخه، وبنشرف كمجلس كابتن محمود الخطيب ان دي ثالث برونزيه في يعني في عادم في الست سنين اللي احنا قاعدينه اللي قعدناهم. حاجه بفضل ربنا طبعا ممتازه. النادي الاهلي النهارده يعني تحسبه كتاني اكثر الانديه احرازا للاهداف في البطوله بعد ريال مدريد على مدار عمر بطوله كاس العالم الانديه، زي ما انت تفضلت دي اخر نسخه ليها. النادي الاهلي اكثر الانديه مشاركه في البطوله دي، احنا مشاركين 8 مرات بعد اوكلاند سيتي. حاجه مشرفه وحاجه جميله الحمد لله، واحتفاليه جميله واستضافه رائعه من الاخوه السعوديين الاشقاء، وفرحتهم لينا فرحه جميله جدا وتنظيم رائع، وجمهور النادي الاهلي العظيم اللي في كل مكان. حاجه الحمد لله بتشرفنا. هو كان شهر سعيد على النادي الاهلي، احنا خدنا برضه في الشهر ده افضل نادي في افريقيا للمره السادسه.
فالحمد لله يعني بنشر. السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من برنامجنا قهوه الخواجه. دايما بنقول بتشجع كوره ولا بتشجع نادي؟ اكيد بتشجع كوره، والخواجه معجون كوره. النادي الاهلي النهارده بيكسر كل الارقام القياسيه وبياخد ميداليه البرونزيه في احتفال تاريخي بعد فوزه على بطل دوري ابطال اسيا بفوز برباعية. الفريق ده فريق محترم، فريق قدر يكسب الهلال، حدش ابدا يقدر يقلل من فوز النادي الاهلي بالميدالية البرونزية للمرة الرابعة في تاريخه. فوز مستحق للنادي الاهلي، النادي الاهلي دايما موجود في المواقف الحاسمة. النادي الاهلي البطولة بعد كده بقى 32 فريق، 24 فريق، 8 من اوروبا. النادي الاهلي سطب التاريخ من بدري بدري، والنادي الاهلي بيكتب حروفه باسماء من ذهب في كأس العالم للأندية وأكثر الفرق مشاركة بعد أوكلاند سيتي. دي حاجة عظيمة جدا، وتاني فريق الهدافي بعد ريال مدريد. أسمع رأيك في الكومنتات حبيبي خواجة.